السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. والبداية من المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: تمديد حقوقي واسع بغصب الحوثيين قسم السجينات في سجن تعز المركزي، وفاة المناضل والكاتب علي بن عبد الله الواسعي عن عمر قارب 90 عاما، دعا لسرعة الإفراج عنه، حزب الإصلاح يحمل الحوثيين مسؤولية سلامة محمد قحطان في ظل انتشار وباء كورونا عالميا، الصين تدعو لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج عن قحطان والصبيحي ورجب وهدي، محافظ حضرموت قرار منع القاتل نهائي ولا رجعة عنه. الصحوة نت: قحطان، 5 سنوات من فشل المجتمع الدولي في إنقاذ رجل الحوار، دعوات حكومية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ما جزر الحوثي بحق أبناء تعز، توجيه الرئاسي بالإفراج عن كافة سجناء تعز باستثناء سجناء القضايا الجنائية الجسيمة، إصابة 3 مواطنين بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز. فاطمة قحطان: لن نيأس من رحمة الله وعدالته وإن طال الانتظار. وكالة سبأ: لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء لتناقش المستجدات لتنفيذ التدابير الوقائية لمواجهة كورونا. وزارة حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بموقف جاد لإيقاف الجرائم الإرهابية لميليشيا الحوثي. رئيس الجمهورية يطلع على تداعيات استهداف الحوثي سجن المركزي في تعز. الإريان يدين جريمة استهداف ميليشيا الحوثي لقسم النساء في سجن تعز. الشبكة اليمنية للحقوق الحريات تدين قصف الحوثيين لسجن النساء في تعز. سياسة مجلس النواب تدين قصف الميليشيا لسجن المركزي في تعز ومحطة الظحر نفط في مارد. تحالف رصد يدين استهداف ميليشيا الحوثي لسجن المركزي في تعز. مركز المعلومات والتأهيل يدين قصف الميليشيات لسجن النساء في تعز. محافظ تعز يزور سجن النساء بعد تعرضه للقصف بقذائف ميليشيا الحوثي. سهيل نت: توجيهات الرئاسية بإطلاق سراح كل السجناء والمحجوزين على قضايا عارضة بتعز، إدانات مجزرة الحوثي ضد سجن النساء بتعز، ودعوات تقديم مرتكبيها لمحاكم دولية. منظمة إقليمية: اليمن تجثو على أكبر حقل ألغام في العالم والحوثي هو المسؤول. الجيش تقدم 20 كيلو شرقي مدينة الحزم بالجوف وتدمير مخزن أسلحة في صواح. استشهاد 5 سجينات وإصابة 12 أخريات بقصف حوثي على سجن النساء في تعز. الإصلاح: اختطاف المناضل قحطان اختطاف لوطن وجريمة تعكس قبح الخاطئين. مسؤول حكومي يدعو لتحرك نومي عاجل للضبع الحوثي لتبادل شامل للأسرى والمختطفين. النفط تدين استهداف الحوثي لأندوب بصرواح وتطالب بحماية المنشآت النفطية. سبتمبر نت: رئيس الجمهورية يعزي باستشهاد قائد اللواء 310 مدرع العميد الذيفاني. مدفعية الجيش تستهدف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في صرواح وتكبدها خسائر. مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثي بكمين لأبطال الجيش في صرواح. ومن المواقع اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية: دعم النقل والمطارات وإغاثة النازحين في المحافظات اليمنية. التحالف: ضربات قاسية لأهداف عسكرية حوثية مشروعة. الشرق الأوسط: صنعاء تغرق في القمامة ومياه الصرف الصحي وتجاهل حوثي. العربية نت: الجيش يحرر مساحات واسعة بالجوف وخسائر كبيرة للحوثيين. اكتشاف إصابة عند حدوده مع عمان. تعز: تقرير حقوقي يوثق عشرات الجرائم الحوثية ضد المدنيين. تحسبا لانتشار كورونا، اليمن يدعو لتحرك نممي لتبادل الأسرى. التحالف: الحوثيون أطلقوا السبت صاروخا من صنعاء سقط في صعدة. الحكومة اليمنية: الحوثي هاجم محطة ضخ أنبوب صافرة نفطية بمالد. ميليشيا الحوثي تجبر أطفال الجوف على حضور دورات طائفية. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من شبكة إبل إخبارية، والتي نشرت على موقعها مقالا للكاتب محمد المقبلي تحدث فيه عن الراحل علي الواسعي وتاريخ من العمل والفداء. كم هو مؤلم أن ندرك أهمية رموز العمل الوطني الجمهوري بعد فقدانهم، لنفتش عنهم لحفظ ذاكرتهم وذاكرة اليمن الجمهورية الذي تعرض للتجريف الممنهج في فترة الثلث قرن الظلامية والمظلمة. اليوم غيب الموت الفقيد علي عبد الله الواسعي الذي ينحدر من أسرة نضالية عريضة من منطقة أنس دمار. إذا لم تخونني ذاكرتي، لديه أخ اسمه عبد الله الواسعي، كان من رموز الحركة الوطنية، وهو والد الدكتورة فيروز الواسعي.
يروي علي عبد الله الواسعي عن نشأته في مقابلة مع رابطة أدباء الشام أنه نشأ في زمن كان اليمن معزولا عن العالم، ويقول عن تكوينه الأول: ولم يكن لدينا مدارس حديثة، بل كان الطالب يدرس في كتاب القرآن، الخط والحساب وبعض المعلومات الدينية. انتظمت بعد ذلك في دراسة العلوم الشرعية والعربية في حلقات مسجدية، ثم دخلت مدرسة رسمية كان اسمها المدرسة العلمية، ودرس فيها الفقه والعربية والتفسير وأصول الفقه وأصول الدين، نكثت فيها سنة، وكنت ممن يبحثون عن الكتب العصرية الصادرة من مصر والشام، مما جعلني أفهم أننا نعيش في وضع متخلف، وقد دفعني ذلك إلى التطلع لتغيير الوضع، فاشتركت في ثورة 1948 التي فشلت وسبب ذلك دخول السجن، مكثت فيه 7 سنوات. فررت بعد ذلك إلى عدن، ثم سافرت إلى مصر ودرست هناك في معهد صحي الصحة الوقائية، وعدت إلى اليمن عام 57. وبعد ثورة 62 التي كان الاشتراك فيها، استمر عملي في وزارة الصحة، وفي عام 66 رشحت لدورة في الصحة في دمشق لمدة 9 شهور. ومما يجدر ذكره هو أن العدوان الثلاثي عام 56 حدث وأنا طالب في مصر، وقد تطوعت في المقاومة الشعبية كما تطوعت في 67 في دمشق ضمن الطلبة العرب. له مؤلف تحدث عنه في أحد حواراته: كتاب رحلات إلى أوروبا وأمريكا وأندونيسيا وباكستان، ولا أدري هل تم طباعته إلى الآن أو لا، بالإضافة إلى دراسات وكتيبات أخرى أبرزها بحث عن المرأة. من اللافت أن لديه إنتاج فكري خارج المألوف هو تأملات مجنون، دون فيها الحالة التي فقد فيها وعيه، وقال أنه كان يشعر أن حالته غير طبيعية، وبعد الشفاء صور كل ما مر به في تلك الحالة. عمل الواسعي في إذاعة صنعاء ككاتب تعليقات على الأخبار أيام حصار 70 التي كانت فيها صنعاء محصرة من قوات الملكيين، وكان مشرفا على البرامج، قدم بعض البرامج كبرنامج أضواء على الدستور وجريدة الصباح والأسرة. ومن يدرك مقدمة وجهد علي عبد الله الواسعي في كتاب الطريق للحرية لرفيق دربه العز صالح السنيدار، سيدرك أن الواسعي كان رمزا جمهوريا كبيرا إلى اللحظة الأخيرة من حياته، ملتزم بالكلمات العليا لليمن الجمهوري في مسلك حياته علميا وفكريا، نزيه من خارج السلطة والمحسوبية. سأظل أذكر بجهده الكبير والعظيم في هذا الكتاب الذي يتضمن موجز فكري وتاريخي للحركة الوطنية اليمنية: الرحمة والخلود بروحه. وفي الشبكة ذاتها كتب نبيل البكيري مقالا تحدث فيه عن رحيله، وصفا له بأنه رحيل الكبار. علي الواسعي من عام 1930 إلى 2020 آخر الرواد الكبار، رحيلنا اليوم عن تاريخ طويل من النضال والتضحية والكفاح في سبيل الوطن وجمهوريته وحريته، حيث ظل طوال عمره ممسكا قلمه ونافذا لكل الانحرافات والأخطاء التي عفت بالوطن وبالثورة فسادا. الواسعي صاحب تاريخ نضالي كبير ومشرق على امتداد ما يقارب قرن من الزمان، وهو حاضر في كل محطات الوطن الكبيرة والمهمة كأحد أبرز صانعيها من ثورة 48 التي كان أحد رجالها، والتي سجن بعد فشلها لما يقارب 7 سنوات، قضاها في سجون الإمامة. خرج بعدها فارا إلى عدن ومنها إلى القاهرة التي درس فيها العلوم الصحية، وغادرها عام 57 عائدا إلى اليمن، والتي كانت تتحضر للثورة السبتمبرية الخالدة، والتي شارك فيها الواسعي بكل فعالية وحضور إعلامي وثقافي وقتالي أيضا. يتمتع الرجل بحس قومي وإسلامي جعله يشارك في كل المحطات الكبيرة في تاريخ الأمة العربية، من مشاركته في الدفاع عن مصر في وجه العدوان الثلاثي متطوعا في الجيش المصري عام 56، حتى مشاركته في سوريا متطوعا في الجيش السوري ضد العدوان الإسرائيلي في عام 67 أثناء تواجده في سوريا حينها. أما يمنيا فالواسعي واحد من أهم وأكبر المقاتلين الفكريين للمشروع الإمامي الذي ظل يحذر منه طويلا في كل أنشطته وكتاباته التي كان أحد أهم المشهد الثقافي والصحفي والإعلامي على مدى عقود طويلة، حيث أسس مبكرا مجلة الإرشاد واستمر في إصدارها 12 عاما، وأسس بعدها مجلة النور والتي ظلت تصدر حتى عام 2014. كان لي حوارا قبل عامين من الآن هنا في إسطنبول التي زرته فيها، وكان حوارا مقتضبا نظرا لوضعه الصحي، فقد سألته: لماذا غادرت اليمن وأنت في هذا العمر وكان بإمكانك البقاء في صنعاء في بيتك لا أحد يعلم بك؟ فقال لي: يا ولدي، أنا عشت عقودا طويلة لا عدو لي سوى المشروع الإمامي الذي كان يتستر تحت كل المظلات السياسية والثقافية والاجتماعية، وكنت أدرك جيدا خططهم ومشاريعهم التي ظللت أحذر منها طويلا، حتى عودتهم كما ترى على نتيجة صراعات اليمنيين التي يجيدون حياكتها والاشتغال عليها. رحل اليوم الأستاذ علي الواسعي كآخر رواد الجيل الكبار الذين شهدوا كل محطات النضال والكفاح ضد هذه الإصابة الإمامية الأكثر انحطاطا وسقوطا وتخلفا. رحل وهو في 90 من عمره منفي في إسطنبول، بعيدا عن وطنه الذي قضى جل سن عمره في النضال والكفاح من أجله، وها هو بعد ما يقارب 9 عقود من الكفاح ضد الإمامة، ها هو يموت مشردا ومنفي عنها، وكأنه يقول بموته: يا أيها اليمنيون، إذا لم تتوحدوا صفا واحدا وتدركوا خطورة هذا المشروع السلالي اللعين، فإنكم لن تنالوا سوى مزيد من المهانة والمنافي والشتات والضياع.
رحمة الله درشاك أستاذنا ومعلمنا الكبير، وإلى جنان القلب مثواك أيها الأستاذ الذي علمنا على يديه القيم والنضال والكرامة والحرية. وعن رحيل علي بن علي الواسعي كتب يحيى الثلاية في صفحته في الفيسبوك منشورا تحدث فيه عن الرحيل لهذا القامة. من رسم لليمنيين طريق الحرية في ذمة الله الأستاذ الكبير علي عبد الله الواسعي الثائر والمناضل ورائد التنوير الكبير، وداعا وداعا أيها الملهم الراحل الواسعي الذي سألته يوما صحيفة عربية عن ما هو الذي تحقق من آماله، فأجاب بشموخ وبساطة لا يجمع بينهما إلا أمثاله وهم قليل: الثورة والجمهورية. مات هذا الكهل والقيل اليماني عن 90 عاما كلها كفاح وتنوير. فشلت ثورة الدستور في 48 فتم اعتقاله حوالي 6 سنوات لاشتراكه فيها. غادر البلاد بعد السجن باحثا عن المعرفة والوطن، وكانت اتجاهته مصر العربية والنضال، ثم عاد ليشارك مجددا في ثورة اليمانيين الأعظم والأنبل والأبهى سبتمبر المجيدة. هل تعرفون الكتاب الشهير الطريق إلى الحرية الذي حوى مذكرة الثائر العظيم العزي صالح السميدار وقرأناه كوثيقة يمانية تؤرخ عهد الإمامة وظلمها وبشاعتها؟ من أعده للنشر حلقات في الصحافة ثم جمعه ككتاب هو الراحل القدير علي بن عبد الله الواسعي. أعده الواسعي على حلقات في الصحافة مطلع التسعينات، يومها كانت النخبة اليمنية بدأت تنشغل عن الإمامة بتفاهات ومكايدات، لكن الأستاذ الواسعي ظل على الدوام يشد اليمانيين إلى مجدهم ويحذرهم من أخطر عدو متربص، ولذلك يحقد عليه فلول الإمامة وأرذلها بقدر ما فضح قبح خرافتهم. هناك الكثير مما يجب أن يعرفه الجيل عن مناضلهم الكبير القيد اليماني والكهل القحطاني الأستاذ علي بن عبد الله الواسعي رحمه الله. الليلة مات الواسعي غريبا كغربة صنعاء التي احتلها بقايا أحفاد غزاة الرس وطبرستان. رحمك الله يا أستاذ علي رحمة الأبرار. الكاتب الصحفي علي الفقي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن الراحل علي بن عبد الله الواسعي قائلا بأنه كان كاتب وأديب ومعلم. الأستاذ والكاتب والمناضل علي بن عبد الله الواسعي بدأ مشواره النضالي مع رفاقه من الأحرار في ثورة 48 ودفع ثمن ذلك 7 سنين في سجون الإمامة، وخاض غمار ثورة 26 سبتمبر 62 بقلمه ولسانه، وكان ممن أسهموا مبكرا في محاربة العنصرية وثقافة الاستعلاء وصناعة الوعي بالجمهورية، وأفنى شبابه في مقارعة الاستبداد حين اجتاحت جحافل الإمامة صنعاء في 2014 وهو في منتصف العقد التاسع من عمره. غادر صنعاء فلا متسع للبقاء فيها ليظل يرى أحلام الثوار تنهار أمام ناظريه. توفي الأستاذ الواسعي أحد أقدم الإعلاميين اليمنيين مساء الأحد في أحد مشافي مدينة إسطنبول عن عمر 90 عاما. أما خالد الرويشان فقد كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن الحوثيين وقصفهم لسجن النساء في تعز. تضربون سجن النساء في تعز، يا خزاكم يا خزاه. كانت السجينات على وشك الخروج فقد تقرر إطلاقهن بسبب الخوف من فيروس كورونا، وكن يلملمن شتات ملابسهن المهترئة حين شتتت لحمهن فجأة قذيفة حوثية. كان الكورونا أرحم بهن، يا أسوأ فيروس عرفته الدنيا. لم أجر على نشر صور الجريمة، يا للعار تضربون سجن النساء. الإعلامي اليمني صلاح الدين حمزة كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن اختطاف الحوثيين لقحطان داعيا إلى الإفراج عنه. 5 سنوات من اختطاف قحطان، 5 سنوات من اختطاف الوطن. لقد كان قحطان قريبا من الناس بكل انتماءاتهم، حمل هم الوطن مبكرا فالتحق بركب المناضلين وكرس حياته للدفاع عن الإنسان والوطن، جعل الانتماء للوطن أكبر من الحزب أو القبيلة أو الأسرة. قحطان المتشبع بثورية وشجاعة الزبيري والصوت الذي ارتفع في وجه الطغيان كأول شرارة للثورة التي أسقطت صنمية حكم الفرد، فكلماته وتصريحاته التي ذكر فيها الاستبداد والإمامة أرعبت الانقلابيين فأصبح هدفا لهم لأنهم أدركوا خطورة قحطان على مشروعهم القروي. قحطان الشخصية الجامعة دائما يبحث مع الفرقاء على نقاط الالتقاء، فغيبوه فغاب الوطن بكله. سيبقى قحطان المختطف قويا ورمز الحرية والنضال وملهم الأجيال. الدبلوماسي اليمني عبد الوهاب طواف كتب تغريدة على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن عملية الحوثيين في تغييرهم الديمغرافي لكل ما يمت للصحابة والخلفاء الراشدين بالصلة.
الحوثية قامت وخلال 5 أعوام بتغيير ومصادرة وتبديل كل ما يمت بصلة إلى أبو بكر وعمر وعثمان في مناهج دراسية وأسماء مدارس وقاعات علمية وأسماء شهداء وعظماء اليمن. كيف لهم أن يمضوا بسلام مع اليمنيين وما زالوا يخوضون حربا على خلفاء النبي ورجاله ورجالات اليمن ممن ماتوا قبل مئات السنوات؟ الناشطة إشراق المقطري كتبت تغريدة على صفحتها في تويتر تحدثت فيها عن حالة الاقتحامات والممارسات العبثية التي يمارسها الحوثيون في الجوف. الجوف حالة من الخوف من اقتحامات المنازل واعتقال بدون مبررات، آخرها الجمعة اعتقال حمد ناصر حاجب بالرغم من أنه غير محسوب على أي طرف، وفضل الحياد والبقاء بمنزله لرعاية أسرته. الخوف من الاقتحامات أدى لاستمرار النزوح، كان آخرها يوم أمس نزوح 6 أسر من الحزم وذلك لمحافظة مأرب. البرلماني اليمني شوقي القاضي كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن الحوثيين قائلا إنهم لا يجيدون إلا القتل والتدمير. كل لحظة تثبت ميليشيا الحوثي بأنها لا تجيد إلا القتل والموت والدمار، العالم يطالبها بأن تطلق المسجونين والأسرى والمعتقلين، فترد هذه الميليشيا اليوم بقصف السجن المركزي غرب تعز وتقتل عددا من النساء وتجرح أخريات. عزاؤنا لأهالي الشهيدات وشفاء للجريحات ولا نامت أعين المجرمين. أما خالد حيدان فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن اليمنيين ومطالبتهم بحقهم في الحرية والحياة الكريمة. واهم من يتصور أن اليمنيين سيتخلون عن المختطف من أبنائهم في سجون الإنقلابيين الحوثيين قحطان الصبيحي ناصر منصور فيصل رجب وآلاف الأبطال. لن تبدأ لغة السلام والحوار إلا أن يسبقها لغة التخلي عن العنف والعودة عن الانقلاب وإطلاق السجناء. أما رشاد الشرعبي فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن قصف الحوثيين لنزيلات في السجن المركزي بتعز. كانت فرحة نزيلات السجن المركزي بتعز وأسرهم على وشك أن تتحقق، حيث سيكون العناق المنشود للحرية وسيكون الفرار نوعا ما من وباء كورونا، لكن مجرم الميليشيا الحوثية حولوا الفرح إلى حزن ووفروا الموت والجراح بدلا عن الحرية كما هو شأنهم مع كل اليمنيين منذ 6 سنوات. فتحي بالأزرق كتب تغريدة تحدث فيها عن قصف الحوثيين للسجن المركزي بتعز وقتلهم لفرحة النزيلات التي كان قد اتخذ قرار بالإفراج عنهن وقاية لهن من فيروس كورونا. الاستهداف الحوثي لسجن تعز المركزي المنشأة المدنية تعبير واضح وجلي عن روح الإجرام التي تكتنزها هذه الجماعة ضد الشعب اليمني قاطبة. ذات اليد قصفت عدن ومأرب والحديدة وفي استهدافها الجبال لم تفرق بين يمني وآخر، وهذا وحده تأكيد أنها وفي سبيل مشروعها الإجرامي ستقتل كل الشعب اليمني. أما عبد الباسط الشاجع فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن الدروس التي كان قد غرسها محمد قحطان سواء بين منتسبي حزب الإصلاح أو بين الآخرين من منتسبي الأحزاب الأخرى. من الدروس التي غرسها عملاق السياسة محمد قحطان في المجتمع: لا قطيعة مع الفرقاء، نعم للحوار والبحث عن كافة القواسم الوطنية المشتركة، جعل من الحوار والسلم منهجا سياسيا لليمنيين، ظل محل إجماع ومفتاح حل كل القضايا المعقدة، أصدق في إخلاصه للوطن فأصبح وطنا يتسع للجميع. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.